I think that's a good game. مباراة جميلة جدا، لعبنا بطريقة جيدة، واللاعبين كانوا لازم يبانوا بوجه قوي ويظهروا يعني التغيير الذهني والجاهزية الذهنية للأيام القادمة إن شاء الله. They ready for the next steps. You know, one day in the الأمر صعب جدا يعني بصح، لكن هذه سنة الحياة، أيام الجوجو صعبين والجوجو يعني من كل خسارة وعدم تأهل، الجميع يعني حزين وزعلان يعني في الوضعية هذه اللي ما تأهلناش للقاء المقبل يعني الدور المقبل، وصعب التقبل وخاصة من اللاعبين اللي كان شوية صعوبة بتقبل الأمر، لكن الدولة عليهم عاودوا يعني اليوم بينوا يعني جاهزية وكذلك وخاصة الجانب الذهني. But you know, you prove in home, you collect point outside. And it's, no, now it's another competition. منافسة مختلفة عن منافسة الكأس الجمهورية. إحنا بداء من الغد إن شاء الله نبدأ نحضر المقابلة اللي هي جاية. كما دائما نقول إحنا تون نفكروا ونحضروا لقاء باللقاء يعني. جوزوش يعني الحلقات ولا. Before you play game by game, you track the game by game.